إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون، ما زلنا في شهر شوال الذي هو أول أشهر الحج، والذي أيضاً يستحب فيه الزواج، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني. وقال أهل العلم أن العرب قبل الإسلام كانت تطير من عقد النكاح في شوال، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم طيرتهم فتزوج في شوال. وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساء قومها على أزواجهن في شوال. والزواج في ديننا الحنيف من أيسر الأمور، وهو من سنن الأنبياء والمرسلين، لقوله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب ورغبهم في الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، وأمر أولياء أمور النساء بتزويجهن الأكفاء إذا جاءوهم خاطبين، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وذلك أن الأولياء إذا لم يزوجوا إلا من ذي مال أو جاه، ربما يبقى أكثر نسائهم بلا أزواج، وأكثر الرجال بلا نساء، فيكثر الافتتان بالزنا، وربما يلحق الأولياء عار، فتهيج الفتن والفساد، ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصلاح والعفة. وما أكثر من يشكو من الرجال من صعوبة الزواج اليوم، وما أكثر من يشكو من الآباء من وقوع بناتهم في الفاحشة وفرارهن من بيوتهم، وما أكثر من تشكو من النساء من رفض آبائهن على تزويجهن. وإنا لله وإنا إليه راجعون على فساد أهل هذا الزمان. وثمة صنف آخر من الرجال بدأ يظهر، وهم الذين لا يريدون أن يتزوجوا مع كثرة الفتن وسهولة الوقوع في الفاحشة اليوم. وقد قال طاووس رحمه الله لرجل: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح أو ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور. فاتقوا الله أيها المسلمون في فروجكم، واعلموا أن الزنا من أعظم المحرمات، وأن الله عز وجل توعد على الزناة بأكبر العقوبات. فزوجوا بناتكم الصالحين، وتزوجوا أيها الرجال بالصالحات، وراعوا قول رب الأرض والسماوات، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.